المغرب كيزخر بمواهب كثيرة في جميع المجالات، من بينها مواهب في الطرقات. هاد المواهب خاصها تسقل باش تولي تماركي ستوب، وعلاش لا تماركي حتى البيوتا. هاد الأسبوع اختارينا لكم 6 من هاد المواهب. الموهبة الأولى، ها انتوما باش ما تبقاوش تشكاو من الحفاري، ها هما سدوا الحفاري ودردروا فوق منها الحجر، ولات طريق بحجر جلان. القانون هو القانون، الكروسة كيطبق عليها نفس القانون ديال الطوموبيل اللي ما كيطبقش عليها القانون. الموهبة التالتة، بلا كاسك بلا وراق ولكن كاين الايرباك. اول طوموبيل مغربية، عاود واحد انشوفو عودان واحد. الموهبة الخامسة، وفي المرتبة الأخيرة الموهبة السادسة، ممنوع إزعاج السائق. تهلاو.